لم أعتقد أبدا إلا مودته والمرء يسأل عما كان يعتقد. سيدي تصرم العمر مني وانقضى أمالي ولم تفي لي أيامي بما تعد. ولو تعي الهضب، الهضب يعني العالي من الأرض، هضبات الجبال، الصخر الصلد الصمد، شقد هالألم هذا، شقد هالوجع هذا في القلب. ولو تعي الهضب ما في القلب من ألم دكت ولم تتحمل بعض ما أجد. سيدي فلذت فيك وآمالي بك انعقدت، وهل سواك به الآمال تنعقد. حي الله شيخنا مولاي. عفوا شوية أرجع إكراما لسماحة الشيخ وللإخوة، أرجع فتكم بيت حتى، لأن أنا أعلم يقينا أن لسان حال الشيخ أيضا هو هذا لسان حال كل محب. يا ابن الأولى بلغوا من كل مكرمة شأوا بعيد المرامي لم تنله يدوم. ومن إذا الدهر قد هبت زعازعه عليهم الناس بعد الله تعتمد. لم أعتقد أبدا إلا مودتهم والمرء يسأل عما كان يعتقد. سيدي تصرم العمر مني وانقضى أملي ولم تفي لي أيامي بما تعد. ولو تعي الهضب ما في القلب من ألم دكت ولم تتحمل. خوش جاي يجيبنا الشيخ الشاعر، ها شوية شوية جاي يهيئك حتى يفجر هالقنبلة اللي عنده، قنبلة الحب والولاء، قنبلة الدمعة في قلبك. تصرم العمر مني وانقضى أملي ولم تفي لي أيامي بما تعد. ولو تعي الهضب ما في القلب من ألم دكت ولم تتحمل بعض ما أجد. فلذت فيك وآمالي بك انعقدت، وهل سواك به الآمال تنعقد. سيدي ما أنصفتك بنو الأعمى إذ قطعت أواسرا برسول الله تتحد. مولاي أبكيك أبكيك رهن السجون المظلمات،
وقد ضاق الفضا وتوالى حولك الرصد لبثت فيهن أعواما ثمانية. هذا قول تراها هناك قول 20 سنة 14 سنة الإمام الله أكبر. لبثت فيهن أعواما ثمانية ما بارحتك القيود الدهم والصفد. سيدي تمسي وتغدو بنو العباس في فرحهن. أقولها لك قلب يحمل. تمسي وتصبح تمسي وتغدو بنو العباس في فرح وأنت في محبس السندي مضطهد. دسوا إليك نقيع السم في رطب فاخضر لونك وذابت فاخضر لونك إذ ذابت مذابت به الكبد حتى قضيت غريب الدار منفردا لله نائم غريب الدار منفرد. أي بارك الله. أبكي لنعشك والأبصار ترمقه على الجسر لا يدنو له أحد. الله يخلي قلبك من الأنين إن شاء الله ما تون على مالها. عندك أعز من موسى بن جعفر تون عليه. أبكي كما بين حمالين أربعة تشال جهرا وكل الناس قد شهدوا ولل وويل على المسموم وويل. نادوا عليه نداء تقشعر له السبع الطباق فهل لا زلزل البلد لم تجتمع هاشم البطحاء لديه ولا الأشراف من مضر الحمراء تحتشد. انتبه لهالبيت هذا يطلعنا للشعب اللي أريد أقرأ لك. لم تجتمع هاشم البطحاء لديه ولا الأشراف من مضر الحمراء تحتشد كأنها ما درت أن العميد مضى ومن رواق علاها قد هوى العمد. شلون هاشم تغضي منها يوتهيد وموسى بن جعفر قضى بسجن الرشيد بحبس مظلم موحشي برجل الحديد وبن شاهد جبده بالسم قطعه. تبكي نعم لكن الونة مالتك اريد تون حبيبي اليوم يومي لانها انا اقرا لك احداث هالساعة الان. اخرجوا نعش الامام من السجن ها هاللحظات. شلون هاشم تغضي من عدها الجفور وموسى بن جعفر قضى بذيك السجون لبغداد بسرعة هاشم خليجون من الجسر
ايش هالاسرار هذا، ايش هالتاكيد هذا للشاعر بسرعه بني هاشم خلي يجون خلي يرفعون جسده. لمن اقرا لك البيت من اوله حتى يتضح المعنى. شلون هاشم تغضي من عدها الجفون، وموسى بالجعفر قضى بذيك السجون. لبغداد بسرعة هاشم خلي يجون، من الجسر نعش النشامة ترفع لا يظل نعش مثل جد الغريب. بارك الله، عرفت الإشارة. لا يظل نعش مثل جد الغريب بكربلا مطروح عريان وسليم. يذكرنا الشاعر ساعة أتت مولاتنا العقيلة إلى الميدان، رأت أخاها بتلك الحالة. هنا بعد ما أدري أنا أوضح لك شلون الحسين شافت، لا والله صارت تحوم حول جسد يا حسين. إن أنا خيتك حوالي اختايك يا خوي أولاي ذبي بيك، ما تحكي لي شان من حاجي وعلى الكلام إن كان ما بيك أشر يا نور العين بديك ودليني بجرحك الماذيك. خويا بلجنا غسلنا وداويك، مو تقل له دليني بالجرح أريد غسله. الله يرحمه الشيخ المنصوري لسان حال الحسين، قالها بلسان الحال زينب يا حزينة يا جرح من جسم سهيل وتضمدين. خويا شفت تضميدك وجسم مقطعين والسهيل طلع من شبيك